خاف مني، قال لي انت ما تتكلمش معاها تاني. قلت له يا عم اسمع مني للدرجه دي جنش انت يعني؟ والله لا، هي هل ده توقع ولا احساس ولا انت ولا ثقه؟ لا هي بتيجي كده بنفسك، انت حاسس انت جاهز و... لا والله هي جت كده. هو لا، موضوع ضربات الجزاء ده ما كانش في دماغي خالص. انا الحمد لله كنت يعني انت ما كنتش قاصد، ما كنتش بتعرف تروح ضربات الجزاء ولا كابتن محمد حلمي كان مديكوا تعليمات؟ لا بصراحه في الماتش الكابتن ما قالش، احنا الكابتن كان نازل نكسب. بس بصراحه الماتش اختلف الشوط الثاني، بصراحه اتضغطنا شويه. فانا غصب عني ان انا لازم. طب انت شايف ده 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 ده, ده سببه ايه يعني الضغطه دي؟ هل تعليمات من الجهاز الفني؟ انت بتقول لا ما كابتن حلمي ما قالش كده. هل اللعيبه كانت بدنيا مثلا مش جاهزه؟ هل اللعيبه كانت خايفه تفتح خطوطها قدام النادي الاهلي؟ لا اصل احنا الماتش اصلا كان يعني كان متقفل. انت حضرتك لو بصيت للماتش، ماتش متقفل جامد جدا. صحيح. احنا كان عندنا هدف ان احنا نكسب، واكيد هم عايزين يكسبوا. فكله خايف الجون، يعني اللي هيجي، انا كنت شايف اللي هيجيب جون خلاص يعني هو اللي هيكسب. صعب التعويض. احنا بصراحه كنا كلاعيبه خايفين شويه، لان احنا بالنسبه لنا كان هيبقى ما ينفعش نادي الزمالك يخسر ماتشين ورا بعض، بالذات من النادي الاهلي، وبالذات ده ماتش بطوله. فاحنا كنا خايفين شويه، بالاضافه ان احنا بقى لنا مثلا 40 يوم ما كانش فيه ماتشات. فدي بتفرق بصراحه. استريحت لما عبد الله السعيد اتغير، سواء في الملعب او في ضربات الجزاء؟ لا والله، عبد الله السعيد لعيب كويس، هو بس هو كان جاي مجهد. هو كابتن احمد فتحي كان باين عليهم في الملعب. احنا برضو كان عندنا طارق وعلي، بس ما شاء الله عليهم، هم يعني تحملوا على نفسهم، وانا بشكرهم. وكابتن ابراهيم صلاح راجل جه، ويعني كابتن من كباتن الفرقه، ولما عرف ان هو مش معانا في الماتش كان بيشجعنا جامد جدا. فبصراحه الثلاثه دولت يعني مش عارف اقول لهم ايه يعني. برضو دي حاجات من اسباب ان احنا، ان دي حاجه تبين لك ان احنا هنكسب. عبد الله السعيد واحد يعني، هو نمره واحد في ضربات الجزاء في مصر وفي النادي الاهلي، لان هو زي ما انت بتتاخر شويه في التحرك، هو برضو بيتاخر شويه. يتعبك يعني؟ يفرق معاك، يديك راحه نفسيه لما تلاقي عبد الله السعيد مش موجود في الناس اللي هتشوط؟ شويه. هو برضو انا بتفرج عليه كتير. بتفرج عليه كتير، انا بحب طريقه لعبه. ماتشات الجايه هنتقابل يعني ان شاء الله. ناوي انت على ضربات الجزاء خلاص؟ لا والله، هي بتيجي يعني بتبقى صدفه يعني. ضايقك رد فعل احمد حجازي بعد ما جاب البينالتي، ولا شايف ان ده تعبير طبيعي ورد فعل طبيعيه بعد الضغوط برضو كتيره؟ فبعد ما يجي ضربه الجزاء خلاص بيشيل بقى كل الحمل من على صدره يعني. انا والله انا ما شفتش غير بعد الماتش. انا ما شفتش غير بعد الماتش، حتى لو شفت الماتش عادي يعني، اكيد واحد فرحان ان هو جاب فينا. هل كان في اي مناوشات بينك وبينه قبل ضربه الجزاء؟ ولا الوحيد اللي ما لحقتش يعني، لو كنت لحقت كنت جبتها منه. بس هو حظه يعني. لا هو لعيب محترم، وانا انا كنت ما شفتش اصلا رد فعله، بس ده بيبقى رد فعل طبيعي، الواحد بيبقى عليه ضغوط جامده جدا. صحيح. فبتبقى حاجه لا اراديه يعني.